Koriah dengan nomor peserta Teki 461 akan membacakan surah Al-Insan ayat 1 dan seterusnya pada halaman 578 dengan komposisi lagu Bayati, Jiharkah, Nahawan, dan Ras. Untuk bersiap-siap, peserta dengan nomor Teki 438. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Yeah.
صدق الله العظيم.